اي مبروك مبروك عليكم يا شباب. بارك فيك عاشو باش يعمل حكومه. ما عادش تقولوا علي ديكتاتور. شنو هو اللي وقتاش الحكومه يا ولدي؟ والله زيد ما تحبوش الراجل. ما زيد شي همك وقتاش؟ قال لك الحكومه في اقرب الاجال اي والاجراءات الى اجل غير مسمى وخطاب للشعب قريبا والقضاء على الفساد يعمل الله. حسيرو عمرك 5 سنين وقلت البوك شري لي بسكليت. انت تحب تحصره في تركينا؟ حاول تستطيع صاحبي. بون هو اقرب الاجال متاعو باش حطها قعد اكثر من شهرين. ان شاء الله هي تكون اخف منه وتحاول تعطينا حكومه وبرنامج قبل راس العام. خلي واحد يعدي ريفيون كيما ندادو بين الدول الديمقراطيه. تخلي الديمقراطيه اما ناحي المؤسسات. باه جماعه الشرعيه اش عندكم تقولوا؟ كيما العاده باش تهبطوا للشارع في الويكاند. عجبكم الشارع عاد والالتحام بالشعب؟ الشارع اللي وقت كنتوا انتوما تحكموا تضربوا فيه ناس بالمتراك والرش وتنحت سراولهم وزيد تحاكموا وشدوا الحبس وفي الاحتجاجات الكيران تتوقف وما توصلش. حسيلوا اللهم شماته ونص وبالوافي من عندي. ولا قول انتوما ديجا تشمتوا في رواحكم وكمش تستنوا فيا. هاكم كي الحيط الصيح تكروا على بعضكم بالواحد بالواحد من اليمين الى اليسار. الحاجة الوحيدة اللي تخليني نغفر القيس سعيد الشيء اللي عملوا فيكم وانه خرجكم وما عاش باش ترجعوا. اما عجبني رشد الغنوشي البارح هبط بيان يعلن فيه على انطلاق الدورة النيابية الثالثة وحده هكاك وهبطوا في بروفيله مش حتى في باج مجلس النواب بتاعنا راني قاعد واللي بعنا خسر دلعنا. حاسيلو اللي صاير انه احنا عنا اول رئيس حكومة مرأة في التاريخ التونسي والعرب صلي يعني بيه وباجراءات استثنائية وتاريخية زاد. وهنا يقاطعني احد المواطنين ويقول بالله يزي من حكاية اول رئيس حكومة مرأة على اساس اللي شد قبل الرجال. نكتفي بهذا القدر ونذكر انه المرسوم 117 اللي خرج عنده 10 ايام قضى على منصب رئاسة الحكومة وخليه مجرد صنوع ويمكن اقل عند رئيس الجمهورية اللي ديجا عنده صلاحيات مجلس النواب. يعني ما تستناوش حاجة كبيرة من السيدة المكلفة بتشكيل حكومة هي رقم 11 في 10 سنين. حسيلو في الاخر تفكرت قصة قيس وليلى وليلى والذئب. سيدي اللي ما تعرفوش اللي قيس بركة ليلى في صلاحياتها وكمل بركة الذئب.